يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لنا أن نعطي المحافظين على صلاة الفجر من الصغار نعطيهم جوائز على هذا، مع العلم أن هذه الجوائز ترعاها مؤسسة تجارية، وكل شاب في مسجدنا يكون دون سن 12 معه ورقة يدون فيها حضوره لصلاة الفجر، وهذه الورقة تحمل شعار المؤسسة التي تعطيهم جوائز، هل هذا الفعل جائز؟ الأصل أن هذا جائز لأنه تشجيع على الخير، ولكن لا ينبغي أن يعود الشباب هذا الشيء، بل واجب على وليهم أنه يلزمهم بالصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فما ولي الأمر يتركهم ويجي واحد يعطيهم جوائز يصلون، هذا فيه تخاذل عن هذا الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الصغار، فالواجب أن وليهم يقوم بهذا الأمر. أما ما بذله أهل الخير لتشجيعهم هذا شيء مستحسن، ولكن وليهم لا يتركهم بل يقوم عليهم ويأمرهم بالصلاة ويلزمهم بها. نعم.